أنا واثق تماماً من أننا سنفوز بهذه المنافسة. هذا هو موسم بنويل، لهذا نحن أفضل قارب صائد. إنها علامات لأسماك التونة. هيا، هناك سمكة على عمق 18 متراً. ها هي هناك، ها هي. لقد أكلت الطعم. أعتقد أننا حصلنا على ما نريد هنا. تبدو جيدة، جيدة جدا. هيا نحتاج إلى هذه السمكة. هيا أيتها السمكة، ما زالت تحرك رأسها. هيا أيتها السمكة. أهلا تايلر، ما الأحوال؟ نحن بخير، لدينا سمكة لنراها. إنها جيدة، الأمور تجري كما نرغب أنا ودافي. صحيح أن فيشن فرانسيس صطاد 3 أسماك، ولكن سمكتنا ستبقينا في الصدارة. وشك موسم الصيد على الانتهاء، لذا من المهم كثيرا أن نحصل على سعر جيد. حتى الآن أفضل سعر حصلت عليه كان 19 دولارا للنصف كيلو. آمل أن نحصل على سعر أفضل. كمية جيدة من الدهون ولب جيد. 13 دولارا لكل نصف كيلو. جيد. شكرا لكم يا شباب، أقدر هذا. لم أحصل على السعر الذي تمنيته، ولكن هذه السمكة ستبقيني متقدما على فرنزي. سأبقى في أعلى الترتيب. والآن علي أن أعود إلى العمل مع دافي، وسنواصل صيد التونة. رائع. You got your mind on the loose.